على الرغم من أن النتائج الأولية التي حققها حزب القراصنة في الانتخابات البرلمانية في أيسلندا كانت أسوأ مما كان متوقعا، مما يجعل مشاركتهم في الائتلاف الحكومي أقل احتمالا، غير أنه أصبح الحزب الثالث في البلاد. ووفقا للنتائج المبدئية لم ينجح الائتلاف اليساري الذي يضم حزب القراصنة في الحصول على الأغلبية المطلقة. إنه أمر لا يصدق حقا أن نكون قادرين على خلق حركة شعبية تضم كل شرائح المجتمع للمشاركة في خلق مجتمعا جديدا لنا، تقول زعيمة حزب القراصنة. وبحسب نفس النتائج يتصدر حزب الاستقلال ب 30.6% و 21 مقعدا، متقدما على حركة اليسار الأخضر وحزب القراصنة. أعتقد أنه من السابق لأوانه القول، ولكن بالتأكيد بناء على هذه التوقعات نأمل في أن نستمر في السلطة ونشكل حكومة جديدة قوية لمستقبل أيسلندا، يقول زعيم حزب الاستقلال. حزب القراصنة اتفق قبل بدء التصويت مع حركة اليسار الأخضر والحزب الاجتماعي الديمقراطي والمستقبل المشرق على تشكيل الائتلاف الذي تحصل على 28 مقعدا في البرلمان.